السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التحركات الإيرانية الصاروخية الجديدة نحو موسكو عن كثب، وهذا الأمر أصبح واضحا من طبيعة مراكز مهمة أمريكية مثل ذا درايف، وأيضا في نفس الوقت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD ركزت تماما على زيارة مهمة قد تمت مؤخرا لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إلى إيران. الزيارة بدأت طبعا يوم الثلاثاء الماضي، أي في اليومين الماضيين. التقى من خلال هذه الزيارة بوزير الدفاع الإيراني برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وأيضا التقى بقائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثورية الإيراني أمير علي حاجي زادة. واللقاء مع أمير علي حاجي زادة هو اللقاء الذي لفت انتباه هذه المراكز والأوساط الأمريكية، الجميع راقبوا هذا اللقاء، لأن من خلال هذا اللقاء لم يزر وزير الدفاع الروسي فقط الطائرات المسيرة الإيرانية بأنواعها، وظهرت هنا طائرات شاهد 136 الإيرانية المفخخة التي تحصلوا عليها طبعا الروس خلال هذه الحرب منذ العام الماضي، وهي مهمة وفعالة هذه الأسلحة بالنسبة لهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. ولكن هو ظهر أيضا وهو يتجول ويلقي نظرة على جميع الصواريخ الإيرانية، وهو أمر ملفت للغاية. وواحدة من الأمور الملفتة هي إلى أنه ركز وبقي نوعا ما منصتا لهذا الصاروخ الذي ترونه هنا، وهذا الصاروخ هو إحدى الصواريخ التي لأول مرة نراها لدى الإيرانيين يعترفون بأنهم يمتلكون هذا النوع من الصواريخ. بدأ وزير الدفاع طبعا الروسي مهتما جدا. الصاروخ هو سام 358، صاروخ أرض جو. سبق لهذا الصاروخ أن ضبطت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الشحنات التابعة لهذا الصاروخ منذ عام 2019. عادة الشحنات تأتي من إيران مباشرة عبر خليج عمان بهذا الشكل لتصل إلى اليمن لجماعة الحوثي. عادة ما ضبطوا الشحنات تقريبا في هذه المناطق بعد عبور طبعا الشحنة لخليج عمان، وكانت هنالك العديد من الصور التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لهذه الشحنات، مثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة أيضا كما تلاحظون. وأيضا البحرية البريطانية ضبطت أيضا نفس هذه الشحنات لنفس نوعية هذا الصاروخ. ولكن في نهاية المطاف الكثير أيضا من الشحنات الأخرى التي لم تضبطها الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا وصلت لليمن واستعرضها جماعة الحوثي كما تلاحظون بهذا الشكل. ولكن الحوثيون طبعا غيروا طبيعة هذه الصواريخ من ناحية اللون والاسم، أطلقوا عليها صقر واحد. هذه هي صورة أخرى لطبيعة استعراضات لنفس الصاروخ تماما، لاحظ اللون أبيض واسمه صقر واحد، وأيضا أظهروا نسخة أخرى أطلقوا عليها طبعا صقر اثنان، ولكن هو نفس الصاروخ تماما. حتى أن في ذلك الحين في عام 2022 أكدت التوب وور الروسية بأن الصاروخ هو من صناعة إيرانية بحتة. وفي حينها نيويورك تايمز الأمريكية في عام 2020 تحدثت بأن هذا الصاروخ قد استخدم ضد الطائرات المسيرة الأمريكية في اليمن، وطبعا هي تحدثت بهذا الشكل وهذا النص الذي ذكر في نيويورك تايمز. تم إطلاق صواريخ سام 358 الإيرانية على طائرات أمريكية بدون طيار تحلق في الأجواء اليمنية، ولم تثبت حتى هذه اللحظة ما إذا كان هذا الصاروخ تمكن من إسقاط أي طائرة من الطائرات المسيرة الأمريكية أم لا. ولكن كانت هنالك بعض اللقطات التي انتشرت في الأوساط اليمنية لهذه الطائرة وهي تسقط كما تلاحظون، ليس واضحا ما إذا كانت هي طائرة MQ-9 ريبر الأمريكية أو غيرها، ولكنها طائرة مسيرة تسقط. وتم تأكيد بأن استخدم صاروخ سام 358 الذي نتحدث عنه طبعا، وتمكن من اصطياد هذه الطائرة المسيرة. المثير أن هذا الصاروخ ظهر في عام 2021 أيضا في العراق كما تلاحظون في طوس خورماتو بهذا الشكل، وكانت هي رسالة أيضا من إيران والفصائل المسلحة المقربة من العراق بأن لديهم سلاح أرض جو ممكن أن يستخدم ضد الطائرات طبعا في الأجواء. وها هي الآن روسيا مهتمة تماما بهذا الصاروخ الذي تحدثنا عنه بشكل واضح، ولأن هذا الصاروخ سيكون مهما للغاية ومفيدا للغاية لروسيا إن ما تحصلت عليه، وهذا أمر ممكن وممكن جدا، لأن هذا الصاروخ أولا هو صاروخ كروز موجه، صاروخ يصل مداه إلى 100 كيلومتر، وكذلك يستطيع من
التحليق على ارتفاع 10 كيلومترات، والصاروخ هو قادر ويعمل ضد الإجراءات الدفاعية الأمريكية، وهو يشكل خطرا على طائرات MQ-9 ريبر، الطائرات المسيرة الأمريكية. أي مروحية عسكرية ممكن أن يتحداها ويسقطها، وأيضا ممكن أن يسقط أيضا طائرات الشحن إن كانت العسكرية وحتى إن كانت المدنية، ويشكل خطرا عليها بشكل كبير. وبالتالي هذا الصاروخ سيكون مهما بالنسبة لروسيا، خاصة في حماية موسكو التي تقع تقريبا هنا، لأن موسكو تتعرض إلى الكثير من الهجمات هذه الأيام بالطائرات المسيرة الأوكرانية من نوع بيفر، وهذه الضربات تحقق الكثير من النتائج والضربات المؤثرة في داخل العاصمة الروسية موسكو. بالتالي وجود هذه الصواريخ بتكلفتها البسيطة وبفعاليتها العالية للغاية مقارنة بالمنظومات الدفاعية الروسية ستكون فعالة في حماية العاصمة موسكو، وأيضا ستكون مهمة في حماية المطارات العسكرية أو القواعد العسكرية الروسية أيضا، وأيضا ستكون مهمة في حماية المنشآت النفطية أو المستودعات أو المصافي النفطية الروسية التي أيضا تتعرض إلى الكثير من الهجمات. وبالتالي هي ستكون مهمة ومفيدة للغاية، وأيضا ستكون مفيدة لطبيعة المناطق التي تقدم فيها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية ضد أوكرانيا. وبالتالي هذه الصواريخ ستلعب دورا وتحتاجها في حقيقة الأمر روسيا بسبب هذه الإمكانيات، وأيضا أنها سهلة التنقل، المنصة بسيطة ليست منصة معقدة، هي ممكن أن تنطلق من هذه المنصة التي ترونها التي وجدوها في العراق في طوس خورماتو. وأيضا في نفس الوقت أن هذا الصاروخ يتمتع بإمكانية أنه يستطيع التنقل من منطقة إلى منطقة لوحده من دون أن تنقله مثلا بعجلة أو شيء من هذا القبيل، أي أنك تطلق هذا الصاروخ وينطلق من منطقة إلى منطقة أخرى. فتلاحظ هنا عندما نقترب من هذه الجزئية فهي جزئية ممكن جدا أن تستخدم في عملية المظلة، أن تكون هنالك مظلة أو باراشوت موجود على هذا الصاروخ، بالتالي الصاروخ عندما يصل إلى النقطة التي يريد الهبوط بها ينطلق هذا الباراشوت أو هذه المظلة، وبالتالي مباشرة يهبط إلى المنطقة التي يريد الهبوط إليها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. بالتالي هو صاروخ فعال ومهم للغاية، وممكن لروسيا أن يكون هذا الصاروخ مفيد للغاية. بشكل عام توقيت هذه الزيارة هو الأمر الذي أثار هذه المراكز الأمريكية وهذه الأوساط الأمريكية في طبيعة ما يأتي، لأن الزيارة هذه تأتي ونحن على بعد أقل من شهر من نهاية صلاحية هذا الاتفاق، وهو قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي ترونه هنا، الذي كان جزءا من الاتفاقية النووية مع إيران، وهو الذي يمنع ببساطة إيران من إرسال أي صواريخ أو طائرات مسيرة بعيدة المدى إلى أي دولة كانت. وإيران التزمت بهذه المسألة، ولكن مع الحرب الروسية الأوكرانية أرسلت الطائرات المسيرة التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر وهي شاهد 136 المفخخة. وأيضا بعدها جاءت المعلومات الاستخبارية الأمريكية من CNN وحتى من رويترز أن إيران وافقت على إرسال الصواريخ البالستية لروسيا لكي تستخدمها على أوكرانيا، ولكن إيران توقفت نوعا ما وانتظرت حتى أن نرى وحتى نرى نهاية هذا القرار لكي ترسل هذه الأسلحة لروسيا لكي تستخدمها طبعا على أوكرانيا. بالتالي تتفادى العقوبات التي ممكن أن تترتب عليها قانونيا. و في نفس الوقت أيضا كانت هنالك تصريحات خلال زيارة وزير الدفاع الروسي إلى إيران، من خلالها تحدث طبعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، تحدث بشكل واضح بأننا الآن لدينا وثيقة ستكون موقعة بيننا وبين روسيا، هي قيد الصياغة، وهذه وثيقة تعاون ستكون دفاعية ووثيقة كبيرة للغاية ومهمة استراتيجية على العديد من المستويات الدفاعية العسكرية وغيرها من أمور التعاون التي يريدون تحقيقها، وهذه ممكن أن توقع بعد انتهاء القرار الذي تحدثنا عنه الذي وقع في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي هذه أيضا مسألة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة هنا ترى بأن هذه الصواريخ البالستية إن انتقلت مثل الطائرات المسيرة ستكون طبعا مفيدة بالنسبة للروس كثيرا في استنزاف القوات الأوكرانية طبعا في أوكرانيا، قد تكون تحقيق نتائج أكبر من الضربات التي تبحث عنها، ولكن القلق من طبيعة التعديلات التي ممكن أن تدخلها روسيا على هذه الصواريخ، وبالتالي
وبالتالي إيران ممكن أن تستفيد تماما من طبيعة التعديلات الروسية التي ممكن أن تكون محورية لهذه الصواريخ، وبالتالي ستشكل خطرا ليست فقط للمنطقة بشكل عام، وإنما ستشكل خطرا على التواجد الأمريكي إن كانت القوات الأمريكية في سوريا وإن كانت أيضا في العراق، وهو نفس الحال بالنسبة للطائرات المسيرة الإيرانية التي أرسلتها إيران، استغلتها طبعا روسيا، الآن روسيا هي تصنع هذه الطائرات وبالتالي ممكن أن تدخل تعديلات عليها، وبالتالي أصبحت الآن هي أخطر وأخطر بكثير، وهذا هو الأمر الذي انتبه له أليكس غريغويتش وهو قائد القوة الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي أبدى قلقه من هذه المسألة وتحديدا فيما هو موجود في سوريا، لأن في سوريا هنالك تحدي كبير. تصريحات أليكس غريغويتش كانت قد نشرت طبعا على الأسوشيتد بريس اليوم، وهي تأتي أيضا بعد زيارة وبعد ظهور هذه الصور للوزير الدفاع الروسي طبعا سيرغي شويغو، وفي نفس الوقت من خلال هذا اللقاء وهذه الزيارة الروسية المهمة لإيران تم الحديث بشكل واضح عن أن إيران وروسيا ترفضان تماما أي وجود أجنبي في منطقة الشرق الأوسط، فيها إشارة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. التحدي كبير، التحدي عالي المستوى، ودائما توضع الأسئلة كيف من الممكن أن تتغير الأمور في ظل تعدد القطبية الذي تتحدث عنه إيران كثيرا مع روسيا.